الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي تتعلقون طبعا بمكون الجغرافيا القسم الخامس ابتدائي. المرجع هو المفيد في الاجتماعيات، طبعا الخامس. مميزات وطني المواصلات، أتعرف معنى المواصلات أنواعها وأدوارها. وطنوا أهم الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والطرق السيارة بالمغرب. أتدرب على ترشيد استعمال المواصلات في الحياة اليومية. إذا أمهد لتعلماتي. تعتبر المواصلات صورة بارزة عن تطور المجتمعات وما وصلت إليه من اليوم. يتيح للإنسان التنقل بسرعة مع ضمان راحته برا وبحرا وجوا. ما أنواع هذه المواصلات؟ وما الأدوار تقدمها لصالح الإنسان؟ ماذا يتوفر في وطني من بنيات وتجهيزات في مجال المواصلات؟ كيف أنخرط في الوعي بأهمية المواصلات وترشيد استعمالها في حياتي اليومية؟ نعم، إذا نشرع على بركة الله. نبدأ بالنشاط الأول، أتعرف معنى المواصلات أنواعها وأدوارها. لماذا يتنقل الناس؟ نعم، طبعا للدراسة، للعمل، للتبضع، بضائع، للتطبيب، للتواصل الاجتماعي وللترفيه والاستجمام. هذه بعض طبعا اهداف او ادوار للتنقل ديال الناس، للدراسه، العمل، التبضع، التطبيب، التواصل الاجتماعي والترفيه والاستجمام. نعم، نقرا معنى المواصلات. ان المواصلات من بين الوسائل التي تساعد على تنقل الانسان. اذا من بين الوسائل التي تساعد على تنقل الانسان من مكان لاخر، وتعد السرعه وضمان الراحه والامان عوامل اساسيه في تطور المواصلات، ومظهر من مظاهر التقدم الحضاري والتكنولوجي للأمم. نعم، الوثيقة واحد استعرض معطيات الوثيقة هذه، ثم الوثيقة باء يعني هذه هي. أعطي تعريفا للمواصلات. إذا من خلال معنى هذه المواصلات، فهي من بين الوسائل التي تساعد من بين الوسائل التي تساعد على تنقل الإنسان. إذا شنو هي الوسائل التي تساعد على تنقل الإنسان؟ كاينه هي، إذا هي الوسائل، أو هي باردون وسائل التنقل، وسائل التنقل، شاحنات سيارات ومنشآتها. نعم، ومنشآتها. إذا هذه المواصلات، هي تجمع المواصلات بين وسائل التنقل ومنشآتها. أو نقول تعريف آخر، يعني المواصلات من بين الوسائل التي تساعد على تنقل الإنسان من مكان لآخر. إذا من بين الوسائل التي تساعد على تنقل الإنسان من، أو نعطيها تعريف آخر من خلال هذا الشيء، هي تجمع المواصلات. نعم، تجمع المواصلات، نعم أعتذر على الكتابة، تجمع المواصلات بين وسائل التنقل ومنشآتها. تجمع المواصلات بين وسائل التنقل ومنشآتها. نعم، أحدد الأسباب التي تنقل من أجل الإنسان. بلا ما نكتبوهم، ها هم الأسباب: للدراسة، للعمل، للتبضع، للتطبيب، للتواصل الاجتماعي وللترفيه. إذا هما هذو، هذه هي طبعا الأسباب التي تجعل الناس يتنقلون، إما للدراسة، للعمل، للتبضع، للتطبيب طبعا، ثم أو للتواصل الاجتماعي، لصلة الرحم بين الناس، للترفيه والاستجمام. نعم، للترفيه والاستجمام. الآن نمر إلى أنواع المواصلات. لاحظوا، هذه مواصلات طبعا جوية طائرة، هذه مواصلات برية، لاحظ دراجات، نعم هوائية. ثم جيم، عندنا مواصلات طبعا هي برية، وعندنا هنا حافلة، عندنا هنا هذا تراموي، ثم عندنا هنا القطار، السكك الحديدية، ثم عندنا هذه العربة، وهنا عندنا السفينة أو السفن. أسمي كل نوع من أنواع المواصلات الممثلة في ألف. نعم، إذا الأولى ألف، نعم، مواصلات جوية، عندنا طائرة، ثم باء عندنا دراجة نارية يعني برية، مواصلات برية، عندنا دراجات هوائية، دراجات هوائية، عندنا جيم، لاحظ عندنا هنا عندنا الحافلات، وعندنا التراموي هي طبعا برية، مواصلات برية، عندنا حافلات، عندنا تراموي، تراموي، نعم، ثم عندنا دال قطار، دال عندنا قطار اللي هو طبعا بري، كيكون على السكة الحديدية، سكك حديدية، نعم، سكك حديدية. ثم عندنا
عربات، ها ياك عندنا برية اللي هي عربات، نعم نعم بالحصان. ثم عندنا واو اللي هي بحرية اللي هي السفن، سفن الباخرات، نعم بحرية سفن الباخرات. أصنف كل نوع من هذه المواصلات ضمن، نعم الطائرة. بالنسبة للطائرة عندنا فهي نقل جماعي وجوي، وطبعا هنا الدراجة الهوائية نقل فردي، فردي هو بري، ترامواي أو الحافلة بري هو ولكن جماعي، القطار كذلك بري وهو جماعي نقل جماعي، والعربات كذلك تنقل لنا أشخاص إذا تنقل من جماعي ماشي فردي، والسفينة فهو بحري نقل بحري وهو جماعي. نعم الآن سنمر إلى أدوار المواصلات. لاحظ الدور ديالها، تسهيل الحركة والتنقل، تقليل المسافات بين الناس، توفير الوقت والجهد، نقل البضائع والمنتجات، تيسير التبادل التجاري، التبادل الثقافي بين الناس. إذا هذه أدوار المواصلات. أتعرف أدوار المواصلات من خلال الخطط، نعم ها هي، تسهيل الحركة والتنقل، هذه الإجابة ديال أدوار المواصلات، تسهيل الحركة والتنقل، تقليل المسافات بين الناس، توفير الجهد والوقت، نقل البضائع والمنتجات، تيسير التبادل التجاري، التبادل الثقافي بين الناس. لماذا يعتبر توفير الوقت والجهد عاملين أساسيين ترتكز على المواصلات؟ نعم، فطبعا المواصلات كتوفر لنا الوقت والجهد، أولا باش كتسهل لنا الحركة، لكن توفير الوقت إذا تسهيل الحركة، إذا تسهل الحركة طبعا والتنقل، ثم عدم في المجال التجاري عدم ضياع أو إتلاف البضائع، يعني اللي سريع التلف، البضائع سريعة التلف، يعني بالتالي فهو يوفر لنا الوقت من أجل نقل البضائع بسرعة، من أجل تيسير التبادل التجاري، من أجل تسهيل الحركة. هذه طبعا يعتبر إذا الجهد والوقت عاملين أساسيين ترتكز عليهما المواصلات. نمر إلى النشاط الثاني، وطن أهم الموانئ والمطارات والسكة الحديدية والطرق السيارة المغرب. عندما نتقلق بالمطارات يعني هيك عندنا نقل جوي، الموانئ نقل بحري، والسكة الحديدية فهو نقل، والسكة الحديدية والطرق السيارة فهو نقل بري. نعم المواصلات في المغرب، هذا عنوان الخريطة. هنا عندنا المفتاح هو الأساس، كيقول لنا المفتاح هنا تيقول لنا هذه طرق السيار، لاحظوا طرق السيار جات في الجهة الغربية الشمال الغربي، نعم طرق السيار أو باللون الأحمر الداكن، طريق رئيسة معروفة الطريق الرئيسية، نعم ثم سكك حديدية، شوفوا اللون ديال السكك الحديدية، لاحظوا آسفي عندنا سكك حديدية، عندنا هنا سكك حديدية طبعا دار بيضاء، ثم تأتي إلى طنجة سكك حديدية، لاحظوا مكناس فاس، إذا تناظر ثم وجدة ثم إلى فيك سكك حديدية. مشروع السكك الحديدية يعني مشروع مستقبلي، نعم النقط السوداء، مطار دولي هذا الرمز، ثم ميناء رئيس، نعم هنا ميناء طنجة المتوسط، لاحظوا طريق سيار الدار البيضاء أكادير، نعم لاحظوا طريق السيار يعني جوج طرق طبعا داك يعني متباعدتين، طريق السيار فهي مهمة بزاف و نعم. ألاحظ خريطة أربعة والصورتين ألف وجملة كما شاهدنا. أصنف أنواع المواصلات المغرب وأحدد أين تتركز معظمها. إذا أنواع المواصلات عندنا في المغرب، عندنا مواصلات اللي هي عندنا سكك حديدية، بالتالي عندنا قطار، إذا عندنا مواصلات برية، طريق رئيسية برية، ثم عندنا مطار دولي، عندنا مطارات بمعنى تنقل جوي، وعندنا موانئ بمعنى موانئ هنا بمعنى عندنا تنقل بحري، تنقل بحري. وأين تتركز معظمها؟ لاحظوا تتركز معظمها في طبعا المنطقة الغربية أو الشمال الغربي، نعم في الشمال الغربي. أسمي الموانئ التي ترتبط بطرق السيارة والسكك الحديدية. إذا الموانئ التي ترتبط بطرق السيارة والسكك الحديدية، فراح عندنا طنجة عند السكك الحديدية وعند طرق السيارة، عندنا الدار البيضاء سكة حديدية وطرق السيار، نعم ثم جديدة جرف الأصفر وتل أسفيت، هي عند السكة الحديدية وعند طرق السيار، نعم نعاودهم، عندنا طنجة، عندنا كذلك الدار البيضاء، عندنا السكة الحديدية وعندنا السكة الحديدية وعندنا كذلك
المطار مطار نعم. ثم عندنا أسفي، أسفي عندنا السكة الحديدية، وعندنا طبعا طرق السيار، طرق هاي طرق السيار. نعم ننتقل إلى النشاط 3، أتدرب على ترشيد استعمال المواصلات في الحياة اليومية. كيف أتنقل من المدرسة؟ نقرأ هذه هي. أتنقل من مدرستي بالدراجة الهوائية، وأدعو جميع التلاميذ في مثل سني أن يقوموا بنفس الشيء. آمل أن يستفيد باقي أصدقائي من متعة ركوب الدراجة، لأنها تخلق الحيوية والنشاط باعتبار أداة غير ملوثة. نعم، كيف أتنقل؟ كل تلميذ عنده وسيلة تنقل، إما المشي على القدمين، ركوب الدراجة الهوائية، التنقل بالسيارة، الحافلة، سيارة الأجرة، التنقل المدرسي، الدراجة الهوائية. إذا أي تلميذ طبعا من حقه أن يدلي بالوسيلة التنقل دياله، فمثلا أنا المشي على التنقل القدمين. نعم مثلا، إذا قال لك أنا أحدد وسيلة التنقل التي توصلني إلى المدرسة بوضع علامة في الخانة، وأفسر دوافعي علاش مثلا كنمشي على القدمين. مثلا نعم، التفسير هو أنني بالنسبة لنا نعم القرب من المدرسة، القرب من المدرسة، إذا لا داعي لاستعمال وسيلة نقل أخرى من غير قدمين. ركوب دراجة نارية، ركوب دراجة هوائية مثلا اللي عنده دراجة هوائية، أولا لتقريب المسافة، عدم الحضور في الوقت، الحضور في الوقت قانوني ديال المدرسة، التنقل بالسيارة مثلا البعد من المدرسة، الدافع هو البعد من المدرسة، وتجنب العياء والتعب حتى لا يؤثر على السير ديالي المدرسي، العياء والتعب، الحافلة وسيارة الأسرة كذلك، البعد من المدرسة، تجنب العياء، النقل المدرسي هو الحضور في الوقت، الحضور في الوقت المناسب ديال المدرسة، الدراجة النارية حتى هي إذا كانت مثلا المسافة نوعا ما بعيدة، وطبعا تجنب أهم حاجة المخاطر. غنمشيو للوثيقة، نمر إلى واحد الصورة، سأعرف بالوسط الجغرافي الذي يتنقل فيه التلاميذ. نعم هذا وسط قروي، إذا غنقولو وسط قروي، هاي وسط قروي هو اللي كيستعملوا فيه الدراجات طبعا. ثم أبين فوائد ركوب الدراجة في التنقل الدراجة. الفوائد ديالها تخلق الحيوية والنشاط، تخلق الحيوية والنشاط، أداة غير ملوثة، إذا فهي أداة غير ملوثة بمعنى غير ملوثة، صديقة للبيئة، صديقة للبيئة، الوصول في الوقت المحدد تساعدها باش توصلو، يعني تجنب العياء، الإنسان لا يمشي على رجلو ماشي، تجنب العياء طبعا. هنا أذكر الاحتياطات الواجب اتخاذها، إذا كان السير في أقصى اليمين، السير في أقصى اليمين، ارتداء الخوذة الواقية، مثلا يكون عندنا الإنارة جيدة، خاصة في تكون الضبابة أو الإنارة جيدة، ملابس عاكسة للضوء، ملابس عاكسة للضوء. ثم عندنا هنا نزيد واحدة أخرى، هنا ملابس عاكسة للضوء، نعم ها هي. ثم نزيد واحدة أخرى هنايا، المهم صيف الدراجات هنا، السير واحد تلو الآخر، تلو الآخر باش نلتزم اقصى اليمين، باش نلتزم السير واحد سوى اخر حتى ما نعمروش خذا وتشكل لنا خطر. نعم نلاحظ الوثيقه السابعه، واستفيد من غير مكتسباتي، ها هي، واختار الوسائل المفضله ديال القيام بتنقلاتي وابرر سبب اختياري. اولا نقراو هاد اغني مكتسباتي، نقراوها بعدا. نعم ها هي عندنا هنا، أحترم دوري في الصعود والنزول من الحافلة، أخطط مسبقا لتنقلاتي، وأتفادى أوقات الذروة، يعني الوقت اللي تكون فيه
تشد في حركة المرور للذهاب للعمل، أستفيد من مواعيد الرحلات في ضبط تنقلاتي، أقترح على أبي التنسيق مع الجيران بخصوص نقب التناوب. نعم، نقب التناوب سنرى هو اتفاق جماعي من الأشخاص على التنقل كل مرة بسيارة أحدهم بشكل متناوب، يعني متى أحد التناوب في نقل أو الأولاد، يعني كل مرة بسيارة أحدهم، يعني التناوب. ثم أستعمل التطبيقات الذكية في هاتفي المحمول لتسهيل تنقلاتي. نعم، هنا قالوا لنا، أعتذر، هنا قالوا لنا قال لك سيدي، هنا قالوا لنا اختاروا الوسيله المفضله للقيام، اما وسائل ممكن ناخذ هذه وسائل التنقل صديقة بي، اللي هي هذه الدراجه الثلاثيه العجلات، طبعا انها صديقه للبيئه، هي تخلق الحيويه والنشاط، ولا النقل الجماعي تفادي مثلا الازدحام ديال السيارات، فناخذ وسيله واحده حتى لا يكون مثلا هناك ازدحام ولا ديال السيارات. نعم، نمر إلى أقوم تعلماتي، أصف أنواع المواصلات في المغرب وأحدد توزيع جغرافي. إذا أنواع المواصلات عندنا مواصلات، عندنا برية وجوية وبحرية، وقلنا برية بحال مثلا قطار، حافلة، جوية معروفة طائرة، بحرية سفينة. وطبعا توزيع جغرافي، توجد في المنطقة الغربية أو الشمال الغربي، المنطقة الغربية وكذلك الشمال الغربي، بالضبط الشمال الغربي، تتركز هذه الوسائل في المنطقة الغربية. أبين أدوار المواصلات في الحياة ديالنا، إذا سواء فهي تسهيل الدور ديالها، تسهيل الحركة أو والتنقل، هذا دور واحد. ثم تقريب المسافات بين الناس، إذا تقريب المسافات بين الناس، ثم توفير الوقت والجهد كما قلنا، توفير الوقت والجهد، توفير الوقت والجهد، ثم نقل البضائع والمنتجات، نقل البضائع، نقل البضائع طبعا والمنتجات، تيسير التبادل التجاري، كتسهل لنا وكتسر لنا التبادل التجاري، تيسير التبادل التجاري، وكذلك تيسير التبادل الثقافي، الثقافي. نعم،